بصي يا ست علا. نعم. بصي يا ست علا، اخر حاجه في حلقتنا سرك مش في بير. كل ده وسرك مش في بير. هديكي سؤال ممكن ما تجاوبيش وتعملي كده، وممكن تجاوبيه، بس لو هتجاوبي هتقوليه انت. خلاص اتفقنا؟ اوكي. بس انت اتكلمتي في كله على فكره، لسه في حاجه خاصه جدا جدا. ده انا غلبانه معاكي، كنت طول الحلقه. ايه؟ ما بخافش من النظرات دي على فكره. عارفه للاسف انك بتحرقي خططي، ف ما اقدرش اقول ده، لاني انا ما بحبش اقول انا بعمل ايه او هعمل ايه. فام سوري، مش هقدر اجاوب عشان اعرف اعمل اللي انا عايزاه. بليز، لو عاوزه انت عندك حريه لو انك عاوزه ما تجاوبيش يا علا، يبقى اعفيني اني اجاوب على السؤال ده. ما تجاوبيش، هاتي السؤال وانا هقطعه. انا هقطعهولك ومحدش هيشوفه، لان انت بتقولي خططي. حطهولك في الشاي. ميرسي. نختم نختم. نورتيني وربنا.